من مدينة أحور شرقا جاء يحيى الذي لا يستغر به المقام في مكان واحد ويبقى متنقلا في الوديان بحثا عن أشجار مثمرة لتكون غذاء جيدا للنحل. استغر به المقام هذه المرة قريبا من منطقة المخزن، وفيها اختار المكان المناسب ليضع هذه الخلايا. وبدأت النحل من أكل الغليم خوم اللودر من مودي، بدأ الآن احنا نزرع في أبيان يا ربي، وأكثر الآن يزيد في أبيان أكثر من منطقة أبيان، إنها في أبيان يعني واصل ثمان أشجار وده. كثيرون هم من يمتهنون هذه المهنة في أبيان، وبالرغم من عدم اشتهار أبيان كباقي المحافظات في إنتاج العسل، إلا أنها كانت ولا زالت واحدة من أقدم المناطق التي أهتم أبناؤها بتربية النحل. ظروفا قاسية يمر بها مربو النحل هذه الأيام، تتمثل في قلة المراعي وارتفاع المواد الأساسية والضرورية في تربية النحل، وعدم استشعار مكتب الزراعة في المحافظة بمسؤوليته ناحيتهم التي تكفل لهم الاستمرارية في بقاء المناحل المنتجة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.